صباح الخير عليكم. صباح الفل من غير صوت حبايبي لو سمحتوا. يلا كلنا هنقفل المايك. يلا نبدأ درسنا النهاردة. ألعاب في صحبة الأجداد. قالت الجدة: الزائرون الأعزاء، ضعوا أجهزتكم الذكية في السلة وتفضلوا بالدخول. قالت الجدة: لن أسمح لكم أن تمضوا وقت زيارتنا وأنتم تمعنون النظر في إلى أجهزتكم من دون حديث معنا أو حركة حولنا. دي المقدمة، رسالة وجهتها جدة إلى أحفادها. تعالوا نشوف الدرس بقى من الأول. الزائرون الأعزاء، ضعوا أجهزتكم الذكية في السلة وتفضلوا بالدخول. استقبلتنا هذه العبارة عند مدخل غرفة المعيشة، حيث علقتها جدتي بعد أن قررت هي وجدي أن يجعلا يوم الزيارة الأسبوعية لأحفادهما يوما للحديث والحركة. كان الجد والجدة متعودين أن هم كل أسبوع بيجمعوا أحفادهم عندهم في يوم، فيوم التجمع الأسبوعي ده لاحظوا أن الأحفاد بيفضلوا طول الوقت ماسكين الأجهزة الذكية اللي هي الموبايلات ويفضلوا يلعبوا بيها، فده كان موضوع مضايقهم جدا. اتفق الجد والجدة أن هم هيعملوا إيه؟ ان هم هيجهزوا سلة باسكت يحطوه ويخلوا الاحفاد اول ما يدخلوا يحطوا الاجهزة بتاعتهم في السلة دي، محدش يمسكها. ليه؟ لان يوم الزيارة ده يوم الزيارة يكون للحديث والحركة، ان هم يتناقشوا مع بعض ويلعبوا مع بعض. ففعلا جدتهم حطت لهم السلة وقالت لهم حطوا الاجهزة بتاعتكم هنا. فقد قالت لنا: لن أسمح لكم أن تمضوا وقت زيارتنا وأنتم تمعنون النظر إلى أجهزتكم دون حديث معنا أو حركة حولنا، لذا سنصنع معكم يوما مميزا. قلنا سرا فيما بيننا: سيكون يوما ثقيلا ومملا. راحوا الأطفال بينهم وبين بعض قالوا: إيه هنقعد من غير الموبايلات بتاعتنا، ده هيبقى يوم ممل ويوم ثقيل جدا. وبعد أن تناولنا الغداء جمعنا جدي حوله وهو يحمل أشياء في يده وقال: هذه الكرة صنعتها جدتكم. بعد ما اتغدوا جمعهم جدهم حوله وبعدين قال لهم إيه، كان جايب معاه حاجات في إيده، فانبهروا الولاد بالحاجات اللي في إيد جدهم وسألوا: ده إيه ده يا جدو؟ قال لهم: ده دي كرة جدتكم هي اللي صنعتها. فضحكت الجدة وقالت: كان لدي ثوب قديم رث. قالت لهم: أنا كان عندي ثوب فستان قديم ومتقطع، عملت بيه إيه؟ قصصته ثم لففت قطعه بشكل كروي محكم وخيطتها بالإبرة ليلعب بها عمر الصغير. قالت لهم: كان عندي ثوب مهلهل فعملت إيه؟ قصصته وبعدين لففت قطعه بشكل كروي، مسكت القطعة بتاعته قعدت أعملها دوائر صغيرة جامدة ولفهم حوالين بعض دوائر وخيطتهم بالإبرة علشان يلعب بيها عمر الصغير. علقت غنيمة أخت عمر الصغير قائلة: شكرا لك يا جدتي، إنها مناسبة له ولا تؤذي أصابع قدميه الرقيقة. غنيمة اتبسطت جدا من الفكرة بتاعت الجدة وقالت لها: شكرا لك يا جدتي، علشان عمر لسه صغير وصوابعه رقيقة ما يقدرش يشوف بيها حاجة قوية، فالكرة اللي انت صنعتيها له دي كرة مصنوعة من القماش هتكون رقيقة عليه ومش هتتعبه. قال جدي: جهزت لكم لعبة صبت. ايه ده؟ ده الجد كمان مجهز لهم لعبة. ايه هي لعبة صبت دي؟ ها هي الورقة وها هي الأحجار. قلت له: يبدو أنها مسلية وتحتاج إلى تفكير وذكاء. جدهم جهز لهم الورقة وحط عليها الأحجار. فغنيمة قالت له: الله يا جدي، دي شكلها لعبة مسلية جدا ومحتاجة تفكير. اللعبة اسمها صبت، يعني ايه صبت؟ يعني انتظمت. طيب ايه صبت دي؟ زي ما انتوا بتعملوها على الورق كده وترسموا مربعات وتبدأوا تعملوا ايه اكس او لحد ما تعملوها بشكل منتظم مستقيم، يبقى ده هو الفائز. هي كانت كده بالظبط بس بالحجارة. قال الجد، قالت له ايه غنيمة؟ فسرها لنا اكثر يا جدي. قال الجد: قديما كنا نرسم مربعا ونقسمه الى اربعة مربعات متساوية على التراب، أما اليوم فرسمت المربعات على ورقة وكل لاعب يضع قطعه الثلاث على زاوية من الزوايا الأربع، ويتم تحريك القطع حتى ينجح أحد اللاعبين في وضع القطع الثلاث على خط مستقيم ويقول حين ذاك صبت، أي انتظمت ويكون الفائز.
يعني كل واحد، اول واحد هيضع القطع بتاعته بشكل مستقيم في البدايه هيقول ايه؟ ثبت، يعني انا خلاص الحجاره بتاعتي انتظمت، ويكون هو الفائز. انقضى يوم زياره الجد والجده بسرعه ومتعه، ومرت ساعاته بسعاده غامره، ونحن في طريق العوده الى منازلنا تذكرنا اننا نسينا اجهزتنا الذكيه في سله جدتي. يعني ده دليل على ان هم اتمتعوا بالزياره، ولا كانت ممله وثقيله زي ما كانوا متوقعين؟ لا، تمتعوا بالزياره. تمتعوا بالزياره. تمتعوا بالزياره. برافو عليكم شطار. هنا تمتعوا بالزياره. يلا انا ناديت اسم. يلا يا هنا عددي الشخصيات التي وردت في القصه. احنا في القصه دي اتكلمنا عن بعض الشخصيات، مين هم يا هنا؟ البنت. برافو. اللي هي غنيمه. والجدة. والجد والجدة. برافو. مين تاني؟ وعمر صح؟ وعمر. برافو عليك. ممكن نقول الجد والجدة وعمر وغنيمة، وممكن نقول الجد والجدة والأحفاد. الإجابة شفهيا مش هنكتبها. يلا يا يوسف. يوسف. نعم. يلا حبيبي يوسف محمود، ما المفاجأة التي أعدها الجدان لأحفادهما؟ هم أعدوا لهما مرة تانية. ما المفاجأة التي أعدها الجدان لأحفادهما؟ هي المفاجأة كانت عبارة عن إيه؟ ألعاب، صح؟ إيه هي بقى الألعاب اللي أعدها؟ الجدة أحضرت كورة من القماش. برافو عليك. يبقى لعبة الكرة ولعبة ولعبة اللي أعدها الجد بقى، اللي هو أعد ورقة ووضع عليها الحجارة، كان اسمها لعبة إيه؟ صبت يا يوسف. اسمها ايه حبيبي؟ صبت. صبت. برافو عليك. صبت. يلا ريماس. يلا يا يوسف مايك. ريماس. نعم يا تيتشر. يلا يا ماسة. كيف قضى الأحفاد يوم الزيارة الأسبوعي؟ كيف هم قضوا يوم الزيارة الأسبوعي ازاي؟ في ملل؟ لا، في سعادة. في سعادة ومتعة. شطورة يا ماسة. تسبيح. يلا يا سوسو. نعم يا أبلة. يلا يا توسي قوليلي، صف شعور الأحفاد بعد انتهاء زيارة جديهما، كانوا بيشعروا بإيه؟ بالسعادة. برافو عليكي، السعادة والمتعة. شطورة يا تسبيح. جنى. جنى شريف. نعم يا أبلة. يلا يا جوجو، وحددوا ما تشير إليه العبارة الآتية. يعني إيه ما تشير إليه؟ يعني العبارة دي عايزة تقول لنا إيه؟ بتدل على إيه؟ ونحن في طريق العودة إلى منازلنا تذكرنا أننا نسينا أجهزتنا الذكية في سلة جدتي. ده بيدل على إيه؟ بتشير لإيه العبارة دي؟ إن هم نسوا الأجهزة بتاعتهم في السلة. طيب هم نسيوها ليه؟ أنا هقول لك مثل يا جوجو. يعني احنا دلوقتي لو انتم مش بتحبوني والحصه مش عاجباكم وزهقانين منها، هيبقى الوقت طويل ولا قصير؟ لو انتم مش بتحبوني والحصه مش عاجباكم هيبقى الوقت طويل، صح؟ اه. لكن لو انتم بتحبوني والحصه عاجباكم واحنا مبسوطين مع بعض، هتلاقوا الوقت عدى بسرعه بسرعه ولا لا؟ هنلاقيه عدى بسرعه. برافو. يبقى هم راجعين نسيوا الاجهزه بتاعتهم، ده دليل على ايه؟ على انهم تمتعوا وتسلوا مع الجد والجدة، ولا كانت زيارة كلها ملل وثقل؟ تمتعوا مع الجد والجدة. يبقى بتشير إلى إيه؟ إلى المتعة والتسلية بقضاء الوقت باللعب مع الجد والجدة. تمام كده؟ يلا صوروا الصفحة دي حبايبي. طب قبل أنا اديني كده ثانية كده أصور، علشان أنا برضو نسيت أطبع الثانية. ماشي يلا صوروها. احنا عمرنا ما بنتكلم كده، عمرنا بنتكلم كده. اللي عايز حاجه يرفع ايده اساله. نعم يا هنا. نزلت ايديها. نعم يا يوسف. مفيش حاجه، مفيش حاجه، اصل انا كنت من الحصه اللي فاتت كنت رافع ايدي. ماشي. نعم يا يوسف. نعم يا ادم. انت بتساليني. حاضر يا حبيبي، لما هنسأل هسألك. الأسئلة كانت بسيطة فمش هتكفيكوا كلكم يا دوم. نعم يا جوليان. هو احنا مش هنحل اللي تحت ده؟ لا يا حبيبتي مش هنحل اللي تحت.
مينا. نعم يا مينا. تيتشر مش هعرف اخد سكرين عشان انا بحضر من الكمبيوتر، فمش هعرف مش هعرف. خلاص حبيبي، هما هيصوروا، اللي هيصوروا اللي هيعمل له سكرين هيبعتها على على الواتساب وانت خدها من الواتساب. نعم يا اريا. اريا نعم. اسيل درس بكره ان شاء الله هو اللام الشمسيه واللام القمريه. انت ممكن تستنوا ثانيه واحده، درس بكره اللام الشمسيه واللام القمريه. انتوا خدتوه زمان كتير 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 واحنا اتكلمنا عنه برضو في البدايه، بس بكره هناخده بتوسع شويه. البدايات بتاعته لازم نعرف مين هي اللام الشمسيه ومين هي اللام القمريه، فاحنا النهارده هناخد تمهيد صغير عنهم، هنتعرف عليهم. بس جايبه لكم قصه جميله هنسمعها الاول عنهم وبعدين نعرف مين هم. يلا هنشغل القصه مع بعض. ثانية واحدة من غير صوت بعد إذنكم. كان يا مكان في قديم الزمان عائلة تدعى بأل التعريف. رزقت هذه العائلة بتوأمين، أحدهما ولد واسمه قمر، والآخر أنثى واسمها شمس. عندما كبر الأخ وأخته قليلا وأصبح بإمكانهما اللعب، أحضر لهما الأب مجموعة ألعاب تسمى الحروف الهجائية. تحتوي هذه المجموعة على 28 حرفا، ولكن للأسف بدأت المشاكل بين شمس وقمر على مجموعة الألعاب، فكل واحد منهما يريد أن يحتفظ بكامل الحروف لنفسه. وعندما زادت المشاكل عن الحد، تدخل الأب وقسم الألعاب بينهما بالتساوي لكل واحد منهما 14 حرفا، وبذلك انتهى الخلاف بينهما إلى الأبد. كان قمر حاد الطبع مع الحروف التي يمتلكها، إذ كان يجبرها على إظهار صوت اللام عند قراءة الكلمة، مثل الباب، الكتاب، القلم. أما شمس فكانت لطيفة جدا مع الحروف، فلم تكن تجبرها على إظهار صوت اللام عند قراءة الكلمة، مثل الصوت، السيارة، الطبل. سمعنا حبايبي القصة؟ حلوة. انا هقرا تاني بطريقه بسيطه. القصه دي بتتكلم على ان في اب وام اسمهم الالف واللام. الاب والام دول ربنا رزقهم بطفلين، بنت اسمها شمس ولد اسمه قمر. بدأوا اولادهم يكبروا شويه محتاجين العاب، فباباهم راح جاب لهم لعبه الحروف الهجائيه. اختلف الاولاد عليها وفضلوا الاثنين يتخانقوا كل شويه، كل واحد منهم عايز ياخد الحروف كلها لنفسه. فباباهم فكر في فكره ان هو يعمل ايه، يقسم الحروف بينهم بالتساوي، فأعطى قمر 14 حرفا وأعطى شمس 14 حرفا. طيب شمس كانت بنوتة شخصيتها مش قوية، فما كانتش بتقدر تسيطر على الحروف بتاعتها إن هي لازم تنطق اللام الشمسية. كانت اللام الشمسية مكتوبة لكن غير منطوقة. قمر بقى ولد شخصيته قوية، فكان بيعمل إيه، بيحكم على الحروف بتاعته إن هي لازم تنطق اللام الشمسية، اللام القمرية، واللام بتاعة قمر لام ساكنة، أما شمس الحرف اللي بعد اللام مشدد. تعالوا نشوف زي إيه كده. حروف اللام القمرية كونا منها جملة سهلة جدا اسمها إيه؟ جحا غبي فك مخه وقع. جحا غبي فك مخه وقع، دي حروف اللام القمرية. حرف الميم، تعالوا كده نقرأ كلمة بحرف الميم لما نقول الموز.
ينفع أقول أم موز وما انطقش اللام؟ لا ما ينفعش. الكتاب، الكتاب ينفع نقولها الكتاب وما ننطقش اللام؟ لا بنقولها الكتاب. الموز، القلم، الفهد، الغلام، العلبة، الخروف، الحصان، الجمل، الباب، الأب، الباب، الياسمين، الورد، الهجرة. كل دي كلمات فيها حروف اللام القمرية، لازم ننطق حرف اللام وبتكون لام ساكنة. طيب تعالوا كده نشوف اللام الشمسية، بنقولها الظرف. بصوا نطقناها ازاي، أظ، الظرف، الطائرة، الضفدع، الصندوق، الشمس، الديك، الثوب، التفاح، النحل، اللعبة، السماء، الرجل، الزرافة. كل دي حروف نطقناها على طول، قلنا الألف بعدها الحرف على طول المشدد، ما قلناش أبدا اللام ما نطقناهاش، والحرف اللي بعد اللام بيكون حرف مشدد، اللي هي حروف اللام الشمسية دي بتكون مشددة. ما ينفعش أبدا أقول لك استخرج كلمة تحتوي لاما شمسية أو لاما قمرية وجيب لي كلمة من غير ألف ولام. هو ينفع يجي أولاد من غير أب وأم؟ ما ينفعش، لازم يكون فيه أب وأم. ففين الأب والأم بتوع الحروف اللام الشمسية واللام القمرية؟ هما الألف واللام، لازم الكلمة يكون فيها ألف ولام. الفرق إن اللام الشمسية مكتوبة غير منطوقة، واللام القمرية مكتوبة ومنطوقة. طيب في أغنية جميلة تانية عن اللام القمرية واللام الشمسية، تعالوا كده نشوفها. أهي يلا بينا. اللام الشمسية وانا اللام القمرية، لام شمسية ايه؟ لام قمرية ايه؟ احنا لازم نعرف دول حكايتهم ايه؟ انا اللام القمرية ما كنت منسية ودايما ينطقوني، وانا اللام الشمسية دايما بينسوني ومش بينطقوني. حروف اللام القمرية جحا، غبي، فكة، مخبو، وقع. القمرية عليها سكون، اعملوا سكون. والشمسية بعدها شدة. سمعنا الأغنية؟ يا أبلة حلوة؟ تمام حلوة أوي. طيب بكرة إن شاء الله. نعم أبلة ينفع تجيبي؟ ولكن حاجة اللي هو يعني الأغنية دي بتاعت أطفال. ما أنا بسهلها لكم بلاش، مش عايزينها يا مينا؟ لا احنا أطفال يعني. لا يا حبيبي أنا بسهلها. هي هتبقى مسجلة عندكم على الحصة. أبلة ينفع تجيبي الصفحة التانية بتاعت الدرس؟ ياسين اقفل المايك بعد اذنك. بصوا حبايبي، احنا كده خدنا بس تمهيد عن اللام الشمسية واللام القمرية. بكرة احنا هناخد فيها حاجة توسع شوية، ان احنا هنضيف لها حروف، وهنشوف هنعمل ايه بعد اضافة الحروف للام الشمسية واللام القمرية. الكلام ده بكرة ان شاء الله، احنا النهاردة اخدنا تمهيد فقط. اتفقنا الاسبوع اللي فات ان احنا هنراجع الوحدة الاولى، وهنبدأ بالمراجعة من الاخر للاول، يعني من اخر درس. اخر درس درسناه قبل التعبير كان عندما فقد الملك احلامه. يوسف رفع ايدك ليه؟ يوسف محمود رفع ايدك ليه؟ تمام، نزل ايدك يا يوسف. نعم يا ابو بكر. ولا شيء. طيب بعد اذنكم كله ينزل ايده لو سمحتوا. عايزه حد يقول لي، قول لي يا ادم. ايه ادم؟
خدنا حبيبي الدرس اللي فات، الدرس بتاع الملك، خدنا ان في حاجه اسمها فكره رئيسه. فاكرين الفكره الرئيسه؟ قلنا الفكره الرئيسه دي مش بنذكر فيها اسماء، مش بنذكر فيها عدد، مش بنحدد فيها حاجه معينه، بنتكلم بصفه عامه. والمشكله اللي كان واقع فيها الملك قلنا ان احنا استفدنا منها معلومه مهمه، جمله اسميه تنفع في حياتنا عامه. ايه هي الفكره الرئيسه اللي احنا طلعنا منها من درس الملك؟ قلنا ان مواجهه ايه؟ مواجهة الخوف، مواجهة المشكلات بشجاعة. هي ايه؟ هي ادم هتكون سر التعايش الانسان ولا سر سعادته؟ سر السعادة. مين اللي جاوب؟ تسبيح. تسبيح، انا ناديت عليكي، ما تزعليش منك يا توتة. قلنا ان مواجهة المشكلات بشجاعة هو سر السعادة. ما حددناش هنا ايه هي المشكلة، ما قلناش ان هي مشكلة الملك، وما قلناش مين هو صاحب المشكلة. احنا اتكلمنا بصفة عامة ايه اللي هيحصل لو الانسان واجه مشكلته، ايه هي المشكلة. ممكن تكون مشكلة في العمل، ممكن تكون مشكلة مع اصدقاء، مشكلة مع الجيران، مشكلة في اي مكان. نعم يا اريا. تيتشر، هو انت ينفع بس تقولي الدرس بتاع يوم الخميس عشان انا ما كنتش حاضره؟ يوم الخميس ده كان تعبير يا اري، بس تعبير. هتكتبي تعبير عن الام بس كده بخريطه ذهنيه، تقولي ايه الصفات اللي انت بتحبيها في ماما، الحب، العطاء، التضحيه. شوفي ايه الصفات اللي انت تكتبي فيها. تكتبي يوم الخميس. على فكره انا اكتر حاجه بتنرفزني اللي يتكلم من غير ما يستاذن. ماشي حبيبتي، هتشوفي ايه الصفات اللي انت عايزاها وهتكتبيها في الخريطة الذهنية، وهتكتبي عليها اربع جمل في التعبير، بشرط ان انت تبدأي بكلمة في رأيي او اظن او اعتقد او من وجهة نظري بس كده. نعم يا مينا. تيتشر، كنت عايزك تسأليني. مش هرد، انا مش هرد، انا قلت اللي يرفع ايده اللي عايز يسال على حاجه، لكن عايزك تساليني انا هسال، انا هختار وهسال. كلارا، كلارا انا عايزه الناس اللي على طول بنادي عليها وما بتردش عليا دي. مينا شداد، انا سالتك قبل كده؟ مينا مكرم، يلا حبيبي لو سمحت اطرح اسئلة على درس الملك. سؤال يبدأ بمن؟ من اقترح ان الحل، الحل، من اقترح الحل على الملك. ماشي، شاطر يا مينا. مازن، ريل، نعم يلا أنا ريل. ريل، سؤال كمان بمن؟ احنا قلنا من اقترح الحل على الملك، ده سؤال. عايزين سؤال كمان بمن؟ ولا لا؟ طب ريتال، اقفلي يا ريم المايك. ريتال، ايوه تيتشر، تعرفي حبيبتي الحل؟ عايزين سؤال كمان بمن؟ صعبه كده. تسبيح، نعم يا أبلة. يلا يا توسي، تعرفي سؤال بمن غير من اقترح الحل على الملك؟ ما من كان الملك؟
من كان الملك؟ ماشي يا تسبيح. أريا. جيتر. تعرفي تسألي سؤال بمتى يا أريا؟ متى؟ أي سؤال يجي ببالك عن الدرس بمتى؟ طيب يوسف فؤاد. نعم يا يوسف، يلا حبيبي، عايزة سؤال بمتى؟ متى حزن الملك؟ برافو عليك، متى حزن الملك؟ تالا. نعم يا أبلة. اطرحي سؤال يا توتة بمن أو متى، أي حاجة اللي يعجبك فيهم. بمن أو متى يعني؟ أي واحد فيه. من حل المشكلة؟ مش من قام بحل المشكلة للملك؟ عايزة رودينا. شاطرة يا توتي. رودينا؟ نعم يا أبا. قولي لي يا رودي سؤال بأين؟ حاضر. وأسيل أنت كمان استعدي بسؤال لأين؟ أسيل صلاح. أين علق الورق الذي الناس الذي رسم عليه حلمهم؟ برافو عليكي، أين علق الناس أحلامهم؟ برافو عليكي يا دودي. فين أسيل صلاح؟ أسيل راحت فين؟ نعم يا أبلة. يلا يا سيلة هاتي سؤال كمان بأين؟ قبل أن أقول سؤال لماذا؟ قولي لماذا؟ لماذا قصدي ماذا فعل الملك لحل المشكلة؟ ماذا فعل الملك لحل المشكلة؟ ماشي يا سيلة. مريم محسن، يلا يا مريوم. نعم يا تيتشو. قولي لي يا مريوم سؤال كمان بأين؟ أين اجتمع الناس؟ شطورة، برافو عليكي، أين اجتمع الناس؟ جورج حمدي. عايزة سؤال بمين يا جورج؟ ما الاقتراح الذي اقترحه الوزير على الملك؟ برافو عليك، ما الاقتراح الذي اقترحه الوزير على الملك؟ شاطر، برافو عليك. أسيل محمد. سيلا. نعم. قولي لي يا سوسو عايزة سؤال بماذا يا قمر؟ ماذا اقترح ابن الملك على أبيه؟ برافو عليكي، ماذا اقترح الولد على أبيه؟ شطورة يا سيلا. عايزة كارل. كارل ملاك. إريني. إريني. نعم يا تيتشر. قولي سؤال بكيف يا إريني. كيف فقد الملك أحلامه؟ كيف فقد الملك أحلامه؟ ماشي رون. عايزة هنا. هنا سألتك النهاردة؟ جورج حمدي سألتك وهنا سألتك. جنى أحمد سألتك يا جنى؟ نعم يا أبلة. أنا سألت جنى شريف. جنى أحمد سألتك؟ لا. طب يلا يا جوجو تعرفي تطرحي سؤال بكيف؟ أيوة. قولي يا كوكو يلا. من أي درس؟ عشان المايك بتاعك أي درس؟ أنت كنت نايمة ولا إيه يا جنى؟ لا بس من أي درس؟ جنى معلش اقفلي لأن في المايك بتاعك عامل صفارة في وداني. اقفلي يا جنى معلش. جيسيكا كرم.
يس تيتشر. يلا يا جوجو، عايزة سؤال بكيف. كيف كان الملك؟ كيف كان الملك؟ أو مش كيف شعر في سؤال تاني غير كيف كان الملك؟ ماشي، ممكن نقول كيف كان حال الملك عندما استيقظ من نومه. ماشي يا جوجو. جاسيكا عصام، تيتشر، عايزة يا جوجو سؤال بلماذا؟ اوكي يلا. لماذا الملك حزن؟ لماذا حزن الملك؟ مش لازم مش لماذا الملك؟ لماذا حزن الملك؟ برافو. جوليانا، ايوه يا ابله. جوليانا احنا اخذنا حاجه حبيبتي اسمها التشبيه، وقلنا ان التشبيه ده له اركان. ايه هي اركان التشبيه دي، تعرفيها؟ هاي جوليانا، عارفاها ولا لا؟ لا. طيب عايزه احمد حامد. يلا يا احمد، ايه هي اركان التشبيه؟ اركان التشبيه عن اي اركان؟ نعم، مش عن اي درس، انا بسالك عامه، بسالك عامه. احنا خدنا حاجه اسمها التشبيه، انا عايزاك تقول لي ايه هي اركانها. هما ثلاثة أركان، إيه هما بقى؟ قصدك اللي هي فعل و... لا طبعاً أمر و... ياسين، اسمع يا حبيبي، اسمع يا أحمد من ياسين. ياسين، أنا عارفة، أنا قلت ياسين. يلا ياسين، ياسين عارف ولا مش عارف؟ قول يا رين. طيب المشبه، برافو، أداة التشبيه والمشبه به، برافو عليكي. نور كمان، نور. طيب عمر عمار، عمر عمار، عمر مش بيرد. طيب مين تاني ما تسألش النهاردة؟ تيشر، نعم، هو أنا ينفع أخرج من الميتنج دلوقت؟ رماس، أنت ما تسألتيش يا رماس، قولي لي يا رماس. نعم، لما نقول الأطفال كالطيور، قولي لي فين المشبه وفين أداة التشبيه وفين المشبه به؟ الأطفال كالطيور، أهي بصي، الأطفال كالطيور، مين المشبه؟ اللي إحنا شبهناه مين؟ الطيور، لأ، الأطفال، الأطفال، فين أداة التشبيه؟ الطيور، رماس. أداة التشبيه بها، قولي الجملة كده رماس تاني. الأطفال تلك الطيور، فين بقى الأداة اللي احنا شبهنا بها؟ تلك حبيبة قلبي، كا كا كاف، الكاف، فين المشبه به؟ احنا شبهنا الأطفال بمين؟ بالطيور، بالطيور، يبقى الطيور دي هي المشبه بيه. تمام كده؟ ماشي يلا. تمام. عايزة تخرجي يا رماس، اخرجي خلاص، فاضل دقيقة. اوكي. باتريك، باتريك، مش بيرد. أبلا، أبلا. نعم. نعم يا رودينا. معلش يا أبلا، أسفة، وأنا ممكن دلوقتي أطلع من الميتنج ولا لأ؟ خلاص حبيبتي، انا سالتك والميتنج هيخلص اصلا. نعم يا احمد، احمد حامد رافع ايدك. نعم ابلا، يعني الميتنج هيخلص عندي ابلا. نعم يا احمد،
ده كان من قبل شوية. ماشي يا حبيبي، في حد عايز يسأل على حاجة؟ الجرس هيضرب والحصة هتخلص، حد عايز يسأل على حاجة؟